يا استاذ يحيى الحلمي اتعرفت عليه في الفتره دي، وبرضه جابني في اول دور كان دور كوميدي، لكن بسرعه جدا لان احنا حقوق زي بعض، وبسرعه بقينا اصحاب، مش مخرج وممثل، لا اصحاب عائلي، حد انا ومراتي وهو ومراته بقينا اصحاب جدا. واكتشفنا ان احنا اتجوزنا في 48، يعني بينا 48 ساعه في الجواز. فدايما بقينا نحتفل بعيد جوازنا سوا. وهو بسرعه قوي اللي ابتدى يديني ادوار مختلفه، اولهم كان المزني في مسلسل اسمه العملاق، كان عن حياه عباس العقاد. ايوه كان اخراج تاليف عصام الجنبلاطي الله يرحمه ومحمود مرسي. ايوه اسمه العملاق. عملت فيه المزني. الاستاذ عين ميم العقاد الشهير بعمنا العقاد. ده تخريج ظريف قوي لتوقيع على المقالات. اتفضل. ابراهيم عبد القادر المزني الطالب بالسنه النهائيه بالمعلمين العليا وغاوي ادب وصحافه بس من منازلهم. طب ليه ما بتنشرش اذا كنت كاتب؟ الخجل، مصيبه حياتي يا عزيزي هي الخجل. ما اقدرش ابدا احتمل فكره اني ارسل مقال الجورنال من الجرايد وبعدين يرموه في سله المهملات. تخيل حضرتك طالب محترم زيي يرموه في سله المهملات. الله يجازيك يا استاذ مازني. اهو انت اللي 60 استاذ. على فكره انا متتبع كل مقالاتك في الدستور لدرجه اني حافظ تواريخ صدورها. تشريف لكاتب في بداية الطريق من قارئ أديب.